ولكن في جانب جميل ما كنت أعرف عنه في السابق، اللي هو هو في نزعة فكاهية جميلة ويحب يسوي مقالب ويسوي محمود. يعني محمود يعني كان عندنا واحد شخصية حبوبة، بس شنو أحب محمود يلعب بأعصابه على أساس يقول له يلا جاك العفو الحين، فأخذ ورقة كشف الخضرة وما الجمعية وكذا، باعتبار أنه يوقف على باب العنبر ويقول ها يا فلان مو أنت اسمك فلان 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 فلاني، بشر يلا أغراضك، عفو عفو طالع كاو الكشف، محمود صادف كلامك كذا كذا وجاي من آخر الممر، وطبعا احنا عارفين السالفة وكذا، وبالنهاية يشوف الكشف مال الخضرة قول أفا أبو حمود سوي فيني أنا حبيبك وما أدري شنو، فأبو حمود يقول يا مو هذا الكشف مال اسماء هاي خضرة، لا هم قالوا لي وينهم مثلا الأمن على الباب وينهم أعطاني الكشف